السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، نحييكم ونرحب فيكم في حلقة جديدة مع مساء الإمارات وقناة الظفرة. وأكيد أنا بدوري أرجع أرحب فيكم ومستمرين معكم أكيد في فقرتنا المتنوعة. خلينا ننتقل معكم إلى أهم عناويننا ونرد نبدأ معكم حلقتنا. انخفاض سعر النفط يفتح شهية المستهلك. انتهاء المرحلة الأولى من نجوم الابتكار والمنافسة مستمرة. مهرجان أم الإمارات يضيء سماء أبو ظبي. مشاهدينا، من عناويننا بداية حلقتنا بتكون دائما وأبدا مع نشرة الأخبار وزميلة شيماء الشمري. مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الدكتور إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ومقرها باريس. وقد تجاذب سموه السيدة بوكوفا أطراف الحديث حول عدد من القضايا التربوية والتعليمية والثقافية ودور اليونسكو في مساعدة شعوب الدول الفقيرة في التحصيل العلمي، خاصة في مجتمعات الأطفال المحرومين من حق التعليم والعيش بكرامة، إلى جانب مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية في جسر الهوة بين ثقافات العالم وتقريب المسافات فيما بينها والحفاظ على التراث والتاريخ الإنساني حول العالم. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق أن دولتنا تمد يد المساعدات الإنسانية والتعليمية لكل الشعوب المحتاجة بغض النظر عن انتمائها العرقي أو الديني أو الجغرافي، مشيرا سموه إلى تقديم جميع أنواع المساعدات الممكنة والدعم اللوجستي لمنظمة اليونسكو لتمكينها من أداء وتوصيل رسالتها بشكل يتماشى والأهداف التي أسست من أجلها. حضر اللقاء مع محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين. كما واستقبل سموه رعاه الله بحضور ولي عهده وسمو نائب حاكم دبي السيد هولين زهاوى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ومقره جنيف. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث بين سموه والسيد زهاوى حول دور الاتحاد الدولي للاتصالات في ترسيخ قواعد التعاون والتنسيق بين جهات الاتصالات في الدول الأعضاء في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها تقنية الاتصال والتواصل والاستفادة من هذه التقنيات في خدمة البشرية وتقريب المسافات بين الشعوب ودول العالم. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دور الاتصالات في المساهمة في التنمية البشرية والاقتصادية وتوظيف التقنيات المتوفرة في هذا العالم من أجل تطوير قطاع الاتصالات ومواكبة المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات تلامس حياة الناس وأنماط معيشتهم في كل بلدان. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ معالي جانيف لودغيا وزير الدفاع الفرنسي الذي يزور البلاد حاليا. ورحب سموه بوزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له وبحث معه علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها. تناول اللقاء استعراض مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها وجهود البلدين في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي وسعادة ميشيل ميريه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وعدد من المسؤولين.
استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان اليوم سعادة مايا جوهري تسيفي سفيرة سويسرا التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها لدى الدولة. رحب سموه بالسفيرة السويسرية متمنيا لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا سموه بالعلاقات الطيبة التي تربط دولة الإمارات وسويسرا، وأكد أنها ستجد من كل المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمتها ومساعدتها في أداء مهام عملها. كما وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وسبل توطيدها بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين الجانبين في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار بين دولة الإمارات وسويسرا. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم إيمانويل كامارا يانيكس قنصل عام جمهورية كندا في دبي، يرافقه أعضاء لجنة المنظمة لسباق تيري فوكس والبروفيسور باسل الرمادي من جامعة الإمارات. سلم سموه بحضور القنصل عائدات سباق تيري فوكس الذي استضافته إمارة رأس الخيمة خلال شهر فبراير الماضي إلى وفد كلية الطب جامعة الإمارات، وذلك للمساهمة في دعم مشاريع أبحاث السرطان في الجامعة، مشيرا سموه إلى أن الحدث الرياضي السنوي ساهم في إتاحة المجال أمام المجتمع المحلي في الإمارة للمشاركة في دعم الأبحاث الطبية التي لا يقتصر دورها على المساعدة في نشر الوعي بمرض السرطان فحسب، بل يتخطى ذلك ليقدم دعما ماديا للأبحاث المتخصصة في دراسة هذا المرض والتي يتم تنفيذها في دولة الإمارات. مؤكدا سموه أن السباق الذي يقام بشكل سنوي في الإمارة يسهم في تعزيز روح التعاون بين مختلف الجهات من مؤسسات وأفراد وتشجيعهم على جمع الأموال اللازمة لأبحاث أمراض السرطان. استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح اليوم السيد محمد إدريس بصفيتة القنصل العام الليبي الجديد في دبي، والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه في الدولة. هذا ورحب سموه بالقنصل الليبي متمنيا له النجاح في مهمته والعمل من خلال التعاون مع الجهات المعنية في الدولة على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري والسياحي والثقافي بين دولة الإمارات وليبيا الشقيقة. حضر المقابلة معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ونائبه سعادة أحمد بن حميدان وعدد من المسؤولين في دائرة التشريفات والضيافة. استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ظهر اليوم السيد رجيف سوريا الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا والوفد المرافق له، وذلك في المجلس التنفيذي بدبي. ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس التنفيذي للشركة والوفد المرافق، مشيرا سموه إلى جهود البناءة والمبذولة لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في توفير بيئة عمل مثالية مدعومة ببنية تحتية ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية لكافة المؤسسات والشركات. جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بخطة دبي 2021 وخطة دبي للاستدامة وتحولها إلى مدينة ذكية. تطرق الحديث أيضا إلى استراتيجية دبي للابتكار ورؤية شركة نوكيا المستقبلية وتطلعاتها بالتوسع في المنطقة بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص كونها تتميز بكل مقومات المدينة العصرية من بنى تحتية ذكية ومقومات اقتصادية وسياحية. قالت معالي الدكتور أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إن الاتحاد البرلماني العربي باتت أهمية دوره اليوم مضاعفة نظرا للأحداث والتحديات التي تمر بها الأمة العربية. جاء ذلك خلال استقبال معاليها في مقر المجلس في العاصمة أبوظبي سعادة فايز شوابك الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بحضور سعادة الدكتور محمد سالم مزروعي الأمين العام للمجلس. هنأت معاليها في بداية اللقاء سعادة فايز شوابكة بمناسبة انتخابه أمينا عاما للاتحاد البرلماني العربي بالتزكية، وأكدت على أهمية الدور الذي يقع على عاتقه في تطوير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وتفعيل آليات عمل الاتحاد بما يحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها وتعزيز التعاون البرلماني العربي لتحقيق التضامن العربي والتعبير عن طموحات المواطن العربي وقضاياه.
تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني العربي، خاصة مع قرب انعقاد اجتماعات الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في شهر مارس الجاري في لوسكا عاصمة جمهورية زامبيا، والمؤتمر 23 للاتحاد المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة في شهر إبريل المقبل. أكدت معاليها على استعداد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي وأمانته العامة على تقديم الدعم الفني والتقني لتطوير نظام عمل الاتحاد بما يعزز من فعالية دوره، مشددة معاليها على أهمية أن يقوم الاتحاد البرلماني العربي بدوره المأمول منه وتحقيق التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية لمواجهة التحديات والأخطار التي يمر بها الوطن العربي وتهدد أمنه القومي في مختلف المجالات، مشيرة معاليها إلى ضرورة أن يقوم الاتحاد البرلماني العربي بدوره في توحيد الرؤى والتنسيق بين البرلمانات العربية للاتفاق على القضايا والموضوعات التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ولدى المنظمات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد بصفة مراقب. تحت رعاية سمو الشيخ زعب بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي صباح اليوم افتتح أعمال الدورة 18 لقمة التمويل متناهي الصغر الذي يقام تحت شعار الابتكارات في مجال الإدماج المالي، تستمر فعاليته حتى 17 من مارس الجاري في فندق جميرة أبراج الاتحاد في العاصمة أبوظبي. ويشارك في القمة التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبرنامج الخليج العربي للتنمية أكفند وقمة تمويل متناهي الصغر نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف بناء علاقات وشراكات جديدة وإدارة حوارات من أهم الممارسات والسياسات لتحسين الخدمات والدعم المادي والتركيز على العملاء وتسريع التحول الاجتماعي. هذا وضمت قائمة الشخصيات والقادة المشاركين في القمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ممثلا عن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند، وجلالة الملكة صوفيا حرم ملك إسبانيا السابق، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والبروفيسور محمد يونس مؤسس بنك جرامين الذي اشتهر باسم بنك الفقراء والحاصل على جائزة نوبل، وسعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ولاري ريد مدير قمة التمويل متناهي الصغر في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته إن قمة التمويل متناهي الصغر اليوم ستناقش عدة قضايا مهمة متعلقة بقطاع الإدماج المالي والذي يعد إحدى أهم الأدوات للحد من الفقر، حيث أنه يوفر خدمات مصرفية لشرائح المجتمع الفقيرة فضلا عن المرأة والشباب ذو الدخل المحدود. قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد خلفان بن خرباش. قدم سموه خلال زيارة مجلس العزاء بمنطقة جميرة بدبي صادق عزائه ومواساته إلى والدي وإخواني وأسرة الفقيد. برعاية سمو الشيخ زعب بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تبدأ غدا فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار أبوظبي 2016 بدورته السابعة والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة ريد للمعرض، ويستمر 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعرض. يعد المعرض أحد أبرز المحطات على قائمة الفعاليات العالمية في مجال الأمن والسلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كونه يوفر لصناع القرار من القطاعين العام والخاص أحدث مفاهيم وتكنولوجيا الأمن وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ودرء المخاطر. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد زايد علي الكعبي ومحمد عبيد الحمودي من جنودها البواسل ضمن قواتها المشاركة في عملية إعادة الأمل مع قوة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيدين سائلة الله عز وجل أن يسكنهما فسيح جناته ويتغمدهما بواسع رحمته.
هذا وكانت قد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم فقدان طائرة مقاتلة ضمن قواتها المشاركة في قوة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل للوقوف مع الشرعية في اليمن. دشن الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأولى من المساعدات الإغاثية لسكان تعز بتوزيع 20,000 سلة غذائية متكاملة على سكان المدينة بعد تمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة بمؤازرة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من كسر الحصار الغاشم الذي فرضته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح واستمر أكثر من 8 أشهر. تم تدشين المرحلة الأولى من المساعدات الغذائية بحضور المهندس رشاد الأكحل وكيل محافظة تعز وأعضاء إدارة المجلس المحلي في المدينة ومندوبي الهلال الأحمر الإماراتي القائمين على الحملة. وأوضح رشاد الأكحل أن محتويات السلة الغذائية متكاملة حيث تحتوي المواد الغذائية الرئيسة التي تحتاجها الأسرة من حيث التنوع والقيمة الغذائية، لافتا إلى أن عملية التوزيع تمت بشكل منظم وبيسر وسلاسة. اقتصاديا، مؤشر أبو ظبي يرتفع مع صعود أسهم الدار واتصالات وعمليات جني أرباح تقود مؤشر دبي نحو التراجع. نتابع. أما الآن نوافيكم بدرجة الحرارة العظمى والصغرى في مدن دولة الإمارات. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. أوضح عدد من الخبراء أن انخفاض أسعار النفط العالمية سوف يكون لها كثير من التأثيرات، منها ما هو في صالح المستهلك ومنها أيضا ما ضد ذلك. لعل هذا الانخفاض سوف يلقي بظلاله على المشاريع الكبيرة والسوق العقارية. نحن اليوم نقف على هذه التأثيرات، ويسرنا أن يكون معنا الأستاذ لؤي راغب الخبير والمستشار المالي. حياك الله أستاذ. تحياتي لكم. طبعا عندنا تقرير عن حالة ما يتداوله طبعا الصحافة والتواصل الاجتماعي عن هذه الحالة، ومن ثم نعود إلى الحوار. عظيم. إذا مشاهدينا إلى تقرير وعودة بعد قليل، تابعونا. أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الفترة الأخيرة إلى مجموعة فوائد ومزايا عادت بالنفع على المستهلكين، ما أدى إلى انخفاض كلفة المعيشة محلياً، ولا يعني ذلك قطعاً عدم وجود آثار سلبية لهذا الانخفاض على الأفراد أو الشركات داخل الدولة. ويرى خبراء ومختصون أن أهم النتائج الإيجابية التي بدأت تظهر جلياً في الفترة الأخيرة هي انخفاض مستويات الإيجارات وأسعار العقارات وبعض السلع والخدمات، لا سيما المرتبطة بالنفط، فضلاً عن زيادة معدلات الادخار وتقليل معدلات الاستهلاك، لافتين إلى أن انخفاض كلفة الإنتاج عالمياً لا بد أن ينعكس على الأسعار في السوق المحلية. ويتوقع خبراء ماليون أن عام 2016 سيكون عاماً مالياً صعباً بالنسبة لبعض الأفراد في ضوء احتمالة تقليص العمالة في بعض القطاعات، ما يفرض على المجتمع الاتجاه نحو الاقتصاد في الإنفاق والترشيد في استخدام الموارد، مؤكدين أيضاً أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار العديد من السلع عموماً أو استقرار أسعارها في أسوأ الحالات، تأثراً بوفرة الإنتاج وانخفاض التكلفة مع نقص الطلب العالمي في ظل التباطؤ الكبير في الاقتصاد العالمي.
أخيرا بإمكاننا أن نقول أن انخفاض أسعار النفط له إيجابيات وسلبيات. أهم الإيجابيات انخفاض أسعار بعض السلع لا سيما المستوردة لانخفاض كلفة التصنيع، انخفاض أسعار بعض الخدمات مثل النقل والطيران، تراجع القيم الإيجارية وأسعار بيع العقارات، انخفاض نسبة التضخم. أما السلبيات فهي تراجع دخل بعض الأفراد، احتمال إلغاء الدعم عن بعض الخدمات مثل المياه والكهرباء، تباطؤ العمل في المشروعات العملاقة. أستاذ الكريم، طبعا هناك كثير من الأحاديث عن انخفاض سعر النفط، طبعا وهذا حقيقة نحن نراها ونشهدها في الفترة الحالية، ولكن هناك أحاديث كثيرة أيضا عن أن له تأثير كبير على كافة الأسواق والمنتجات بشتى أنواعها، ولكن هل فعلا سوقنا شهد انخفاض مصاحب لانخفاض النفط، أو ما زلنا نحن صامدون، أو التجار وأصحاب الأموال طبعا صامدين لحد الآن؟ في نقطة أساسية يتجاهل الكثيرون في الخليج بالذات عن إلقاء الضوء عليها، أن أكثر موارد المعيشية في المنطقة يتم دعمها من قبل الحكومات. صحيح. في مجلس التعاون الخليجي، فبالتالي أحيانا عندما يتغير سعر النفط إما صعودا أو نزولا، إحساس الفرد بما يترتب عليه هذا الصعود والنزول لا يشعر في فترة بسيطة جدا. نعم. يعني قد يأخذ الأمر شهور طويلة حتى. صحيح. يبدأ ينزل هذا الشيء إلى المستهلك والفرد في مجلس التعاون الخليجي، لكن مثلا في الغرب عند نزول سعر البترول فورا تشعر فيه، يعني أسعار البترول تتغير يوميا عند. نعم. محطة البنزين أين تضع بشكل يومي ترى، وأحيانا تجد محطة لها سعر ومحطة أخرى سعر آخر، أحيانا تقول لا أنا بروح المنطقة الفلانية بلاقي السعر أقل، لكن هنا تجد أنه السعر واحد وتغييره أو ارتفاعه أو نزوله يتم عبر الإعلان. ليش؟ لأنه أصلا مدعم من قبل الحكومات. لماذا دائما نربط النفط بكافة يعني المجالات؟ يعني لماذا نربط العقار بالنفط؟ إذا ما هبط النفط إذا نتوقع هناك نزول في الإيجارات أو نزول طبعا في أسعار العقارات على سبيل المثال. لأن سؤال جميل جدا، لأن الدخل عموما ضخ الأموال يأتي من وارد النفط، فإذا مثلا أخذنا دولة خليجية تبيع النفط يدخل لها مدخول. صحيح. هذا المدخول يجعل الحكومة على استطاعة أن تطرح مناقصات في السوق. نعم. للبنية التحتية، للتوسع، للبناء إلى آخره، فهناك انتعاش، تجد شركات المقاولات تستطيع أن تأخذ هذه المناقصات وتتوزع على أكثر من شركة على أن تكون حكرية، وبالتالي بناءها وهذه المشاريع كلها توفر وظائف. صحيح. للناس، الوظائف تعطي دخل للموظفين، دخل للشركات، تبدأ الشركات الآن بالاستثمار في العقار، يبدأ الأشخاص اللي عندهم وظائف واستقرار ودخل عالي بشراء العقار. نعم. فالديماند يزداد، عندما تشح هذه الموارد ما في ضخ فلوس في السوق، تنشف الأوردة، فالكل يتراجع، الوظائف تقل، الصرف يقل، اللي عنده مبلغ يحرص عليه ما يصرفه. صحيح. الشركات تقنن إلى آخره، فهي دائرة كاملة متكاملة. طب يعني. إذا ما ذهبنا إلى أبوظبي، نحن نتحدث الآن عن حوالي 30% تقريبا من المدخول عن طريق النفط. هنا إذا ذهبنا لمدينة أخرى وذهبنا أو أتينا هنا إلى دبي، فإننا نتحدث عن الدخل 4-5%، فكيف تتأثر دبي بالنفط إن كان مدخولها من النفط لا يعادل إلا 4-5%؟ فأين 90% الأخرى؟ كيف يتعامل معها المستثمرين ويضعون النفط كعائق مثلا لإنزال الأسعار؟ هو سؤال جميل وصعب في نفس الوقت. دبي تعتبر منطقة سياحية. صحيح. والمنطقة السياحية تعتمد على أن يكون دخل أفراد خارج الدولة مرتفع حتى يستطيعون أن يأتوا إلى دبي. صحيح. ويصرفون وينزلون في منتجعاتها وفنادقها وإلى آخره، فتتأثر دبي من ضمن التأثير العالمي. نعم. الآن أيضا طبعا يعني إمارة أبو ظبي تمد جميع الإمارات في, في, في في هذا الوطن الكريم بدعم مالي أيضا. صحيح. فتتأثر، هذا الدعم قد يتأثر إذا قررت حكومة أبوظبي أن
تخفف المصروفات لسنة مثلا 2016، معناها مثلا إذا دبي تتحصل على واحد ستتحصل على 0.8 وكذلك عجبان وكذلك الشارقة إلى آخره. فهي كلها مرتبطة. فأنت بالنهاية المستهلك في داخل دبي عنده نفس المصاريف اللي موجودة في الكويت، اللي موجودة في أبوظبي، اللي موجودة في كندا، في أمريكا. فإذا كانت عجلة الاقتصاد ماشية بيأثر سلبا على المنطقة. طب اقتصاديا يتأثر، هذا صحيح، ولكن إذا ما تحدثنا عن المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يتغير فيها شيء، سواء كانت مشاريع بنية تحتية أو مشاريع اقتصادية أو مطارات أو غيرها أو غيرها من المشاريع الرئيسية التي تهم كافة الشرائح. العقارية أيضا شهدنا في السنة هذه 2015 العديد من المشاريع العقارية على مستوى الدولة، مشاريع خاصة ومبيعات بشكل ممتاز، وكان هناك تهافت كبير جدا من قبل المشترين عليها والأسعار بقت كما هي. فإذا ما كانت الحكومة ما زالت تدعم هذه المشاريع، لماذا يخاف المستثمر؟ سؤالك أسئلتك لا صعبة ترى. الله يحفظك، أنا والله ما قاعد أطالع أسئلة الشباب من اليوم نطلع شوف حقيقة الإمارات بالذات، وهي كلمة حق، الإمارات لديها استراتيجية، وهذا شيء غير متوفر في كثير من دول المنطقة أو 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 العالم العربي ككل. ففي خلال 20 سنة اللي مضت تعلمت دولة الإمارات العربية المتحدة لابد أن يكون هناك نظرة شمولية، نظرة مستقبلية وبعيدة المدى، ونظرة قصيرة المدى. فتجد أحيانا أو في كثير في أغلب الأحيان الدول التي تعتمد على استراتيجية النفس الطويل أو لها أهداف طويلة المدى تصنع سياسات داخلية وقرارات داخلية تدعم الوصول إلى هذا الهدف. فالاهتزاز المرحلي أو التغير على الفترة المتوسطة أو القصيرة لا تشعر فيه بنفس الكمية. صحيح. لأن هناك نظرة، هناك اتجاه، مثل اللي يبي يروح مثلا من منطقة إلى منطقة، يعرف هو وين والهدف، وعارف أن في 3-4 طرق للوصول إلى ذلك الهدف. إذا حصلت متغيرات خلال الطريق بياخذ الطريق الفرعي، يعرف هو الطريق الثاني والثالث والرابع. نعم. في عدم توفر هذه الاستراتيجية ينتج عنها المشاكل الكبرى. وأنا أعتقد بأن أهم شيء من خلال الاستراتيجية الذي لابد أن يدخل إلى هذه الاستراتيجية هي قدرة مثلا حتى إمارة أبوظبي على ليس استخلاص النفط فقط، بل تكراره وإدخاله في صناعات وبيعه كمشتقات ومتغيرات. نعم. لكي يكون الدخل أعلى وأعلى. لازم نبيع البترول كخام. نعم. مادة خام. فإحنا تكلمنا في هذا الموضوع خارج الهواء. نعم. إن السيارة عبارة عن حديد وبلاستيك. نعم. فإذا إذا جبت لك طن حديد وبلاستيك السعر ما بيكلفك شيء، لكن إذا حولته إلى مرسيدس أصبح سعره حسب الكساء يصبح السعر طبعا. نعم. طبعا. نعم. إذا ما تحدثنا الآن، إذا ذهبنا إلى مدخلات الفردية في الفترة الحالية ومع انخفاض النفط، فهناك تأثر للعمالة، أنت مثل ما قلت قبل شوي، لأن هناك بعض المشاريع ممكن أن توضع على الجانب حسب أهميتها، ولكن بشكل عام مدخلات الفردية بتأثر بهذا النزول؟ أكيد. سوق العمل مرتبط ارتباط وثيق بالموارد التي تدخل على دول منطقة الخليج العربي ككل، ومن ثم تؤثر على الشركات. والشركات عندما تدخل في ضائقة مالية أو تغير مناخي مالي تبحث عن سبل لكي تقلص مسؤولياتها المالية، خصوصا الثقيلة، وأثقلها هي سعر العمالة. قد لا تكون العمالة الأرضية بشكل خاص إلا إذا كان العدد بالآلاف، ولكن أيضا في الميدل مانجمنت بالذات تحديدا، وحتى في رئاسة الأقسام اللي هي اللي نسميها احنا الهيفي بيمنت على الشركات، فأكيد بتتقلص، أكيد في ناس بتفقد وظائفها أو بيتم جدولة فرصها وتغيير، يعني هذا شيء طبيعي جدا. بعيدا عن العمالة، الآن خفض الأسعار هل هو يأتي من جانب المنتجين ولا المسوقين واللي هي مراكز البيع؟ في الاقتصاديات الحرة عموما، الاقتصاديات الحرة المطلقة، الكوست اللي هو تكلفة صناعة الشيء له عدة أوجه، ويدخل في مراحل عديدة، من المواد الخام التي يتم استيرادها
إلى تصنيعها داخل المصنع، عدد العمال المستخدمين لفعل ذلك، حتى يأتي المنتج كاملا ومن ثم يتم إيصاله إلى إلى باب بيتك أو إلى المكان الريتيل. صحيح. اللي يتم الشراء منه. فإذا تغير أي متغير في هذه التكاليف، نعم، سيتأثر سعر المنتج. نعم، ارتفاعا أو هبوطا. نعم، هناك من الشركات من لا يغير السعر حتى في حالة تدني سعر الموارد أو التكلفة، لأنه هو في مرحلة نمو ويريد أن يستقطب أكثر ما يستطيع من الربح. لكن التسابق أو التنافس في السوق يجبر الشركات أن تقلل سعر التكلفة. أنا إذا اشتريت هذا المنتج سعره مثلا $5، الآن نزل سعره في الشركات الأخرى المصنعة له إلى $3.50، فأنا مضطر أني أنا أيضا أنزل حتى أجاري السوق، ولا سأفقد شريحة من المستثمرين والمستهلكين. اسمح لنا مخرجنا سؤال أخير لو سمحت، لأنه طلبنا يمكن خلصت الفقرة. سؤالنا، هل نحن وصلنا إلى أعلى مستويات الأسعار، لذلك نحن بحاجة الآن إلى عودة الاتزان حتى يستطيع الجميع أن يتعايش؟ والله هم سؤال صعب، ما أدري ليش سألتني هذا السؤال. يعني بسرعة ما في مشكلة، بس باختصار الأسعار أو المعيشة عموما هي تختلف من شخص إلى آخر. يعني إذا أنا دخلي 7,000 درهم أتأثر تأثير سلبي طبعا قوي جدا بأقل المتغيرات. نعم. إذا كان دخلي 50,000 فالتأثير يكون مختلف، فكل حالة هي حالة خاصة. إذا نظرنا إلى عامة الناس، طبعا الوصول إلى خفض في الأسعار الاستهلاكية شيء مهم، الطعام، الشراب، الوقود، الكهرباء، الماء، وأجارات البيوت. هذه الست أمور سبل المعيشة من هي الأساسية. ما دون ذلك، وطبعا حتى الموبايل أصبح من الأساسيات طبعاً أيضا، فما دون ذلك يعتبر رفاهية على المستوى العالمي عموما. فالتركيز لابد أن يكون على هذه الست نقاط. نعم. إذا هذه الست نقاط استمرت بالارتفاع أو عدم الهبوط توازنا مع المتغير المناخي المالي أو الاقتصادي، بتصير في شحنة. صحيح. مشاكل. صحيح. يعني سعد الله، شكرا لتواجدك معنا اليوم. يمكن تقلنا عليك، ولكن نحن عارفين معلوماتية عندك قوية جدا، لذلك حبينا أن نحن نأخذ بعض المعلومات. حياك الله. شكرا لك. حياك الله. مشاهدينا، كل الشكر للأستاذ لؤي راغب المخطط والمحلل المالي، كان معنا في حوار المساء اليوم. نتمنى أن نكون قد أوفينا بعضا مما تبحثون عنه في سوق الإمارات. عودة بعد قليل طبعا مع مساء الإمارات. ريونا ورحب فيكم من جديد. ولو البادي خلينا نذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي لقناة الظفرة وبرنامج مساء الإمارات، وهي هاشتاج مساء اندرسكور الإمارات على تويتر، وآت الظفرة تي في على انستغرام، وسلاش الظفرة تي في على الفيسبوك. أيضا أرقام الواتساب من خارج الدولة 00971561538644. نتريى في مشاركاتكم ومقترحاتكم ومقاطع الفيديو أو شيء يدور في بالكم، وأكيد أجمل مقطع فيديو رح يطرش لنا رح نحطه معانا في فقرة السوشيال ميديا. نبدأ معاكم من انستغرام جولتنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، أكيد آخر فيديو نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على صفحته لطائر الحبار، وعلق عليه سموه: طيور الحبارة اتخذت بلادنا بيتا بعدما كانت معبرا ما شاء الله يمشون فيها، الحين استوت بيت لهم ما شاء الله تبارك الرحمن. مشاهدينا في نفس الموضوع على الانستغرام ايضا نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي هذه الصوره، وعلق عليها موطنها الجديد طيور الحبار. الحين بعد غير دوله الامارات يعني ربي يحفظها يا رب. الحين تقولون طيور الحبار نقول لك عندنا، لو يصير المقناص يقول لك ندور لطيور برا، الحين ما يحتاج عندنا موجودين.
أكيد عندنا بعد لمتابعة آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمهرجان أم الإمارات يمكن زيارة الصفحات الخاصة بمهرجان أم الإمارات وذلك عبر الدخول إلى موقعهم www.motn.ae ومن خلال الموقع يمكن زيارة صفحة الفيسبوك الخاصة بهم واللي تحتوي على العديد من الصور ومقاطع المصورة للأنشطة اللي بتكون ضمن المهرجان ويتابعها لين الحين ما شاء الله 5000 شخص ونتمنى أكيد أن نزيد العدد. عبد الله شو رأيك ندخل نشوف؟ طبعا نحن ايضا بندخل على الموقع هذا الهاشتاج ماله جميل. اللي هو مهرجان ام الامارات ربي يحفظها ان شاء الله يا رب امين يا رب. وبناخذهم ايضا في جوله على الايباد عرفهم على الموقع ومحتوياته مثل ما تشوفون الصفحه الاولى للموقع تحتوي طبعا على القائمه على جهه اليسار ومهرجان يعني هذه هي نشوفها. طبعا مخرجنا نعم مو ظاهر عندهم مخرجنا بعده مو طالع زين خلينا نظهرها نحن وبنكبرها مره من على الشاشه اذا مثل ما تشوفون هاي هي طبعا القائمه اللي من خلالها طبعا بتطلعون تشوفون تدخلون في المنيو 24 مارس 24 مارس 2 ابريل كورنيش ابو ظبي مساء 12 للساعه من المساء طبعا للساعه منتصف الليل جميل جدا يعني حتى الالوان تشجعك ان انت تروح فعلا تكون موجود غير انه يعني اسم ام الامارات يشدك طبعا الله يطول بعمرها هذا بروحه بعد ما يحتاج اكيد عندنا ايضا مثل فعاليات المهرجان كثير من الفعاليات اللي مثلها منطقه السوق وعندنا ايضا منطقه الانشطه والمنطقه اللي هي مطاعم الشاطئ مثل ما تشوفونها الوسائط المتعدده كلها متواجده في عندنا صور بتكون صور جميله جدا موجوده في الموقع اللي حابين انهم يشاهدونها يتفرجون عليها يقدرون يشاركون بعد في الصور طبعا هي ملفات الفيديو ايضا اللي بتكون خاصه بالمهرجان كلها بتكون معروضه من خلال الموقع وعندنا ايضا التواصل الاجتماعي بكافه وسائله عندنا الفيسبوك موجود بشكل رئيسي تويتر انستغرام احتفال كلهم. بالحب نعم طبعا اذا ما نزلنا هذا كله طبعا عن من الفيسبوك يعني اللي بيزور صفحة الفيسبوك أو يزور الموقع نفسه اللي نحن عرضناه طبعاً MOTN بيقدر إنه يشاهد هاي ويتواصل مباشرة وينتقل إلى الفيسبوك ويشوف كل شيء أكيد نعم. كل الفعاليات وكل شيء ضمن المهرجان بتحصلون أكيد خلال الموقع هذا طبعا مهرجان أم الإمارات يأتي بنسخته الأولى هذا العام تقديرا لمسيرة العطاء التي قدمتها أم الإمارات الله يطول بعمرها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك واللي بتقوم إن شاء الله قناة الظفرة بتغطية هذه الفعاليات لهذا المهرجان الكبير لمعرفة بعض من تفاصيل المهرجان اللي بتكون أكيد ضخمة يسرنا تكون معنا عبر الهاتف عايشة عيد المزروعي من اللجنة المنظمة لمهرجان أم الإمارات حياك الله ومساك الله بالنور. مرحبا اختي ريم واخوي عبد الله ومساكم الله بالخير. يا حياك يا عائشه. الله يحييك مرحبا. اول شيء الاستعدادات خبرينا عن استعداداتكم وهذا مهرجان خاص بام الامارات نحن نقول هي ام العرب ربي يحفظها ان شاء الله يا رب. اكيد. امين يا ربي. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم وانا حاب اشكر قناه الظفره وبرنامج مثل الامارات على اتاحتها الفرصه للحديث اكثر عن مهرجان ام الامارات. بداية إذا بنتكلم طبعا عن أم الإمارات طبعا نحن ما نقدر نوفيها حقها وهي أكيد. أم الإمارات وأم الجميع بالنسبة لمهرجان أم الإمارات هو حدث وطني وثقافي واجتماعي كبير يعتبر الأضخم من نوعه في على مستوى الإمارات وهاي طبعا مثل ما تفضلت الأخت ريم هاي دورتها الأولى لا. وبيكون الفترة ما بين 24 مارس ل 2 أبريل بيكون على امتداد كورنيش أبو ظبي ويبتدي يوميا من الساعة 4 العصر ل 12 بالليل. جميل جدا، اختي عائشة نحن شفنا يمكن خلال الموقع شفنا بعض من الفعاليات اللي بتكون موجودة، بس نحن بنعرف ونعرف مشاهدينا واللي يتابعونا طبعا خلال شاشتنا قناة الظفرة مساء الإمارات عن الفعاليات اللي بتكون موجودة في المهرجان. أنا بس أبغى أنوه أن المهرجان يسلط الضوء على رؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها ويركز على ترسيخ أهمية الترابط الأسري وتعزيز ثقافة التنوع الحضاري والتسامح في مجتمع الإمارات في نفس الوقت يحتفي بدور وعطاء الأم تجاه عائلتها ومجتمعها طبعا الفعاليات كثيرة في المهرجان يتضمن مهرجان أم الإمارات 5 مناطق رئيسية كل منطقة فيها صفة خاصة تميزها عن غيرها طبعا من المناطق جميل. وفيها مجموعة من مختلفة من الأنشطة التفاعلية لزوار المهرجان بمختلف الأعمار وبخلفيات ثقافية متنوعة نبتدي أولا جناح أم الإمارات
تم تصميم جناح أم الإمارات خصيصاً أنه يكون أحد المعالم الأساسية والرئيسية في المهرجان، ويستعرض الأثر اللي أحدثته المرأة في مجتمع الإمارات من خلال رحلة عبر وسائط سمعية وبصرية متميزة ومبتكرة للزائر. بعد جناح أم الإمارات الله يحفظها بيكون عندنا 5 المناطق الأساسية. أولاً منطقة السوق. السوق مش نفس ما نحن تعودنا عليه، سوق تراثي شعبي. تم تصميمه بطريقة عصرية يجمع بين الأصالة والحداثة. في مجموعة من المحلات تقريباً 50 محل تجاري. وفي نفس المنطقة ورش عمل وأنشطة متنوعة كلها مستوحاة من التراث لكنها منعكس بطريقة عصرية جدا. المنطقة الثانية عندنا منطقة مطاعم الشاطئ، فيها مختلف خيارات المأكولات ومشروبات سواء محلية أو عالمية متفرقة موزعة على الكورنيش في هالمنطقة. يدخل لها بعد أماكن جلوس موزعة على قرب الشاطئ وبين الأماكن بحيث أنه نضمن راحة الزائر فيها. يعني ما شاء الله بر بحر سوق من كل صبح حطوا لهم شيء. بيض الله وجهكم. طبعا هذا مهرجان استثنائي والأفضل من نوعه في الإمارات. طبعا أكيد. نحن لنا تواصل من الحين لين إن شاء الله تاريخ إقامة المهرجان. ما بنقول كل شيء اليوم، ما نبغى شوي نعطيه مقتطفات بس حق المشاهدين. نبغاهم يزورون الموقع، نبغاهم يتعرفون من خلال الفيسبوك هم التواصل الاجتماعي أكيد. لأن نبغاهم أيضا يشاركون. لمحة سريعة عن الجهات المشاركة. والله في العديد من الجهات شاركت، وهيئة وظيفة السياحة والثقافة هي منظم هاي الفعالية أو المهرجان في دورته الأولى. نعم. الحمد لله حدث ضخم مثل هذا كافة الجهات المعنية سواء حكومية أو خاصة من كل أرجاء وإمارات الدولة مشاركة. إن شاء الله المهرجان بيطلع بأفضل مستوى أكيد. والكل إن شاء الله بيستمتع. نحن أكيد إن شاء الله بوجودكم فيه في المهرجان. أكيد نحن عندنا ثقة فيكم أستاذتي عايشة عيد المزروعي. نعم. من اللجنة المنظمة لمهرجان أم الإمارات ومن هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، ونحب انتظار كل جديد، وبنكون إن شاء الله في تغطية كاملة لمهرجان أم الإمارات. الله يطول بعمرها. شكرا عائشة. إن شاء الله. الله عفو. شكرا لك. مشاهدين انتقلوا وياكم الآن إلى أخبار الصحف وأهم عناوين الصحافة صدر اليوم الاثنين، ونبدأ جولتنا الصحفية بصحيفة الخليج. أم الإمارات تتقلد وسام جواهر للعطاء. ونقرأ في الرؤية وسطاء تأمين يحرقون الأسعار جماعيا. أما في الاتحاد نقرأ أفضل معلمة في العالم تتبرع بجائزة $1,000,000 للمتفوقين. ربي يحفظك يا رب. أما في الإمارات اليوم نطالع الإنذار شرط أساسي لإنهاء علاقة العمل بالتراضي. وفي صحيفة البيان الفوركس مطالبات بتدخل رقابي على المواقع الوهمية. حتى أنا. ومن أخبار الغد ومن الرؤية أسرة الشهيد الكعبي للرؤية عشق العسكرية منذ الصغر واستشهد دفاعا عن الوطن والعروبة. ربي إن شاء الله يجعله من ثوابين يا رب. آمين. مشاهدين أيضا من الخليج نطالع في 100% من سكان الدولة يؤيدون دمج البطاقات الخدمية ببطاقة الهوية. وأكيد هم عددهم 87 مثل ما نشوفه. طبعا نجوم الابتكار انتهت المرحلة الأولى من مسابقة برنامج نجوم الابتكار والتي تقوم قناة الظفرة بتسجيله، ويتم عرض الحلقة الثالثة منه يوم غد الثلاثاء على شاشتنا في الظفرة. أكيد طبعا مشاهدينا برنامج نجوم الابتكار هو برنامج علمي يسلط الضوء على ابتكارات وإبداعات أبناء وبنات دولتنا الحبيبة في مختلف المدارس التطبيقية والفنية. المزيد في سياق التقرير التالي عشان نعرف أكثر. الحلقة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى لمسابقة نجوم الابتكار موسم التحديات الكبيرة. قامت قناة الظفرة بتسجيل الحلقة الثالثة من البرنامج العلمي الرائد نجوم الابتكار، وبذلك يكون البرنامج قد أنهى المرحلة الأولى من المسابقة بعد منافسة شديدة وحماسية من 18 فريقا وعلى مدى 3 أسابيع متتالية. كان ذلك بحضور سعادة حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع ووفد مرافق له، وسعادة بخيت خالد بن طناف المنهالي رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة المستشار عبد الرحمن موسى حمدان أمين عام الجائزة.
وبانتهاء تسجيل الحلقة الثالثة من حلقات البرنامج يكون البرنامج قد أنهى المرحلة الأولى من مسابقته وتأهل 12 فريقا إلى المرحلة الثانية، حيث يصبح التنافس أشد وتكون اللجنة قد وضعت مستوى أعلى من التقييم النهائي للمشاريع المشاركة في المرحلة الثانية من المسابقة، والتي تمتد على مدى 3 حلقات متتالية يشارك في كل حلقة من حلقاتها 4 فرق. الجدير بالذكر أن برنامج نجوم الابتكار هو برنامج علمي يسلط الضوء على إبداعات وابتكارات أبناء وبنات الوطن من مختلف المدارس التطبيقية والفنية في الدولة، وهو برعاية جائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي للابتكار العلمي. وسيتم بث الحلقة الثالثة من البرنامج العلمي الرائد نجوم الابتكار يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات. مشاهدينا، طبعا هذه كانت المرحلة الأولى من برنامج نجوم الابتكار، وأبدعوا فيها الشباب ما شاء الله عليهم، ونتمنى إن شاء الله في المرحلة الثانية يكون الإبداع أكبر والمنافسات أكثر. ننتقل وياكم الآن إلى أخبار العين الساهرة، موجز أخبار وزارة الداخلية. تواصل فعاليات أسبوع المرور الخليجي 32 في جميع إمارات الدولة، وتشمل تقديم نشاطات ومبادرات لتعميق الوعي المروري وترسيخه ليصبح منهجا وثقافة تنعكس إيجابا على جهود الأجهزة المعنية بالحد من الحوادث والمخالفات المرورية. فقد قدم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ضمن مبادرات اللجنة العليا لحماية الطفل برئاسة اللواء الدكتور ناصر الخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توعية خلال الفعاليات المقامة في إمارة عجمان بالخط الساخن وتطبيق حمايتي على الهاتف الذكي لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال والإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع المركز على شبكة الإنترنت. كرمت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية عناصرها الذين ساهموا بإطفاء حريق فندق العنوان بحضور اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية وجمعا من ضباط وعناصر الدفاع المدني. وأكد المرزوقي أن الإنجاز الرائع الذي قاموا به المكرمين في إخماد حريق فندق العنوان لم يكن محض الصدفة، بل نتيجة لاستراتيجية تبنتها القيادة في تأهيل عناصرها للمهام الصعبة. وأضاف أن العالم بأسره شهد على مقدرات وكفاءة عناصر الدفاع المدني وقدراتهم على التعامل مع الحريق، مؤكدا مواصلة العمل لتعزيز مسيرة الدفاع المدني وتزويد عناصره بكل ما يحتاجون إليه لإنجاح مهامهم الإنسانية وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية. في خبر آخر، أخمدت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بأبو ظبي ظهر اليوم الاثنين حريقا في طابق الميزانين ببناية سكنية بمنطقة الخالدية في أبو ظبي، نتج عنه إصابة 15 شخصا صنفت إصابتهم بالبسيطة والمتوسطة، من بينهم حالات اختناق نتيجة لتصاعد الدخان، ونقلوا جميعا إلى المستشفى. وأصيب أحد عناصر الدفاع المدني بإنهاك حراري أثناء عملية الإطفاء، فيما طالت الأضرار 10 مركبات كانت تستخدم المواقف المجاورة للبناية وعدد من واجهات المحال التجارية، فيما تم التنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي لإيواء السكان المتضررين مؤقتا، ووفر الدفاع المدني وجبات غذائية لهم، وتولى الإشراف على عمليات إخماد الحريق وإخلاء المصابين والسكان اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبو ظبي بالإنابة، واللواء عمير المهيري مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبو ظبي، والمقدم محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني بأبو ظبي، والوقوف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذت على الفور لمنع امتداد الحريق إلى البنايات المجاورة، الحريق الذي صنف درجته بيفوق المتوسط. ووفق المعاينات الأولية شاركت به إدارة الدعم الجوي بطائرتها اللاسلكية بنقل الصورة الحية لدعم متخذ القرار في الميدان، وقامت دوريات المرور وعناصر من الشرطة المجتمعية بعمليات المساندة، وكما أيضا نقل جناح الجو بطائرة الهليكوبتر الصورة لغرفة العمليات للوقوف على الأوضاع اللوجستية وتوزيع الموارد.
وفي آخر أخبارنا، شهد سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ختام فعاليات ملتقى حصاد المعرفة الثاني 2016 الذي نظمته الإدارة العامة للشؤون الإدارية والإدارة العامة للتدريب تحت شعار بالقراءة والمعرفة نستشرف المستقبل، بحضور عدد من الضباط وعدد من مدير الإدارات العامة ومراكز الشرطة. وأوضح سعادته أن هذا الملتقى هو أحد أنشطة ومبادرات القيادة العامة لشرطة دبي والتي تسعى من خلال إلى التواصل وتبادل الخبرات والمعارف واستعراض التجارب. ويأمل سعادته أن يكون الملتقى قد شكل إضافة لكل من حضر وشارك في الورش العملية المقامة على هامشه والفعاليات التي صاحبته. مشاهدينا، بهذه الأخبار لوزارة الداخلية نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، نراكم غدا في أمان الرحمن. من لكم أجمل تحية، تصبحون على ألف خير.